السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي التي ستجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وفريق تولوزا الفرنسي في المباراة المهمة التي يسعى بها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها فريق ليفربول من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لهذه المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق ليفربول الإنجليزي في مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي التي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، وستذاع عبر شبكة قنوات السعودية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. استعدوا لا ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن أيضا متابعة المباراة عبر القمر القطري المفتوح سيلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة وعبر قمر النايلسات عبر القنوات المدفوعة مسبقا، لكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتقوم بتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر لهذه المباراة. فتابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.